مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، اخو رمضان كريم عليكم. اليوم راح اقدم لكم قالب جولاج باللحمه والرز. عندي عجينه جولاج، هاي الطريقه. هاي عندي لحم مكعبات انا سالقه قبل الحلقه بهذا الشكل. عندي تمن رز، هو عندي ملح، عندي عود دارسين، فلفل اسود، سبع بهار، ورق اللورة، طماطم مكعبات، بصل مكعبات، عندي زيت، عندي هنا مي لحم. أعزائي المشاهدين، راح أبلش بالتمن. خلي زيت، راح اسويه نص استاو، وبعدين اخليه اسويه بالعجينه بالقالب، بعدين اخليه بالفرن. عندي هنا أنا بصل، عندي هنا أنا لحم كعبات، هنا طماطم مكعبات، عود دارسين، ورق اللورة، عندي خاشوقة ملح، عندي سبع بهار، عندي هنا فلفل أسود، عندي هنا رز، أضيف الرز، راح أضيف المي اللحم، راح اخليه مدة 10 دقائق، وما اخليه يستوي هواية حتى اضيفه بالعجينة، واخليه بالفرن. اعزائي المشاهدين، بعد ما كملنا تمن راح نبلش ستيك دجاج. عندي هذا صدر دجاج مقطع بهذا الشكل. راح ابدي بالمكونات. عندي هنا ثوم، عندي كزبره، عندي برش ليمون، عندي ملح، عندي فلفل ابيض، عندي للصلصه عندي كريمه، عندي هنا زيت، عندي حامض، عندي جبنت. راح ابلش بالصلصه. راح اخلي زيت، حامض، فلفل ابيض، عندي ملح، عندي كزبره، اربع فص ثوم، اضرب بالخلاط. Thank you.
جيب الدجاج هنا يمي. أضيف هنا زيت على الجريل. راح أضيف ستيك. هو المفروض لازم يتبل في الساعة ساعتين يعني، بعد أحسن يبقى يعني، إذا يبقى بعد أطيب يطلع. أضيفه هذا الشكل. فرشة سوي هاي الطريقة، هاي الصلصة، هاي حرام ما تنزل بها الصلصة، خليها فوق الستيك. وهسه انا راح اسوي الصلصة مال الستيك. عندي هنا أنا كريمة، عندي حامض مبشور، عندي كزبرة، عندي فلفل ابيض، عندي ملح، راح اضيف جبنت عليه. جبنت بهذا الشكل، راح اضيف جبنت على الصلصة. اعزائي المشاهدين، هذا التمن سويته انا نص ستاو. هذا هنا عندي كمل، راح اشيله. راح اسوي الصلصه مال ستيك دجاج. اضيف زيت. حامض مبشور. راح اضيف مي. كزبرة. اضيف ملح. الأبيض. وانا راح اضيف الكريمه.
أنا صار عندي جاهز الصوص. أعزائي المشاهدين، بعد ما كملنا الصوص مال ستيك راح أقلبه هيك بهاي الطريقة. خليه يستوي زين، راح ابلش بالقالب مال اللحم كما ذكرت. دينا تم نستوي نص استوى. دينا الدهن بهاي نانا بهاي الطريقة. راح اغص كل ثلاث طبقات وراح ادهن. بهاي الطريقة نفس الحالة هيك. راح اضيف التمن اللحم بهاي الطريقة. كيف تم هاي الطريقة. عندنا هذا التمن نستوي نص استاو بالفرن، راح اخليه راح يستوي كل الزين. اجيب هنا انا راح اجيب عندي بعد او راح اسدها هاي عندي هنا بهاي الطريقة. اجيب هاي الصفحة اسدها. راح اجيب بعد عندي هنا
حغطيها حطيها عندي هيجي واكبس عليها هيجي هذا الشكل هشيلها عندي وضعيني. هذا الشكل تقدرون هاي العجينة تضموها لأي يوم عادي يعني تبقى بالبراة 3 أيام 4 أيام ماكو أي مشكلة خلوها بهذا الشكل هيك بيها لايلون فخم بالبراد عندنا هنا أنا. راح اخليها بالفرن لمدة نص ساعة يكون عندي جاهز وقالب لحم. اعزائي المشاهدين راح اخليها بالفرن لمدة نص ساعة أعزائي المشاهدين بعد ما كملنا عندنا هناك القالب راح أخلي الستيك بالطبق بهذه الطريقة الستيك دجاج جاهز عندي هنا السوتيه خضار هو بطاطا سالقها قبل بحلقة هاي الطريقة يلا جزر بنت. هنا انا راح اخلي الصلصه مال الستيك صار عندي هنا ستيك دجاج جاهز بالطريقة شوية خليت شوية طماطم للزينة بس
أنا صار عندي طبق جاهز. أعزائي المشاهدين، هنا أنا عندي كامل قالب. أعزائي المشاهدين، بعد ما طلعنا القالب التمن باللحم، هذا هو بهذا الشكل صار عندنا. شوفوا، راح اسوي اقدم لكم شويه قارنش. هذا هنا عدنوس، هنا جيب حامض، طريقة بهذه الطريقة حامض. جيب طماطة، أنا صار عندي جاهز القالب لحم. راح أبلش بسلطة الفتوش. أعزائي المشاهدين، بعد ما كملنا الأطباق مالنا راح نبلش سلطة فتوش. المكونات عندي خس، عندي فجل، عندي نعناع فريش، عندي خيار قشر، عندي بصل أحمر، عندي ثوم، ملح، سماق، عندي هنا حامض فريش، عندي دبس رمان، عندي زيت زيتون، عندي هنا خبز لبناني محمص بهاي الطريقة. عندي خبز لبناني بهذا الشكل. شيء جيب، هنخلي هنا سماق، نخلي ملح، فصين ثوم حسب الرغبة، يعني إذا ثلاثة كافي. عندي حامض فريش، عندي زيت زيتون، دبس الرمان، راح أحرك الصلصة. هنا الخس،
عندي خيار. عندي الفجل. عندي هنا أنا بصل أحمر. خلي نعناع فريش. راح اقطع طماطه. طماطه هنا. اضبطها. انا عندي صارت جاهزه، هقدمها بالطبق. خليها بالطبق على الشكل. عندنا هذا الخبز نسويه بهاي الطريقة. الخبز الثاني بهاي الطريقة. هذه الطريقة الصلصة، ما أمشي الصلصة الطريقة. أنا صار عندي جاهز، راح أخلي خبز فتوش على الأطراف بهذا الشكل. ضيفون هنا دبس رمان فوق الخبز يطلع أطيب. عندي هنا بصل خليه أقارنش. أنا صار عندي جاهز صلصة فتوش. أعزائي المشاهدين، كملنا الأطباق مالنا. عندي هنا ستيك دجاج، عندنا هنا قالب لحم، وعندنا هنا سلطة فتوش. إن شاء الله تكون تعجبكم الأطباق مالنا، وانتظروني في حلقة جديدة وياكم شيف نوار.